يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعة؟ لا دي البت كرامة. وهي ترد ليه؟ انا عارفة حلاوة تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني يا راجل. بطل، ده انت لسه نازل. لحقت وحشك. انت ايه، ما بتفوتش فرصه؟ طب قولي وصلتوا فين؟ انا في القسم، بيقولوا هيخرجوه من هنا. خليني مستني المحامي، معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليكي معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيدة لا مؤاخذة يعني في اللي هقوله، عارفة انك خرصة يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقة ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوء ده يرن وتقفشيلي في السماعة؟ ها؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحة، سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية انت يا وليه، يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفة ايديا مشغولة، ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز، اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبيقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها. هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. 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 اي حاجه يحتاجها تجيلي. عينيا الجوز. بقول لك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك وريك زي ما انت، زي ما انت، زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها، اي حاجه. رقبتي سدادة اصلي يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم.
طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حركة حلوة حلوة. خد يا مغاوري. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. هلا قول لي يا مغاوري، هو أمورنا باشا؟ ايه حكاية الحباية اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبيت يا باشا بجد، انا مش عاوز اهزيك، انا عاوز اهزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاس من امبارح وفرجت عليك اللي يسوى في الاس، لكن انا حبيتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. مش من هم خالة باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخك ولملادتك جوه حنكك وضفار لسانك بعقده وشنيطه. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. تاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا؟ اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. لا يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر.